غارات جوية حسب المصادر السعودية استهدفت مخازن للأسلحة في صنعاء وكذا وزارة الدفاع ومبان أخرى. الضربات دامت عدة ساعات. ومنذ بدء الهجمات على الحوثيين في اليمن وحسب منظمة الصحة العالمية فإن عدد القتلى وصل إلى 650 شخصا وأكثر من 2000 جريح. من جهة أخرى عارض البرلمان الباكستاني الجمعة مسألة انضمام باكستان إلى قوات التحالف التي ترأسها الرياض. وفي سياق متصل حطت طائرتا شحن بمساعدات طبية في مطار صنعاء. الحمولة تزن 32 طنا وجاءت للحاجة الملحة بعد 17 يوما من الغارات السعودية. كما تظاهر الآلاف من الحوثيين ومناصريهم في شوارع صنعاء منددين بالقصف السعودي ووصفوه بالعدوان، كما هتفوا بأنهم سيصمدون في وجه ما اسموه بالعدوان السعودي الأمريكي الصهيوني.